الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة تسهيلاً على المواطنين في إطار التحول الرقمي. منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على مرافق للرعاية الصحية في أوكرانيا. التاسعة مساء في القاهرة، السابع بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة. في اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجه الرئيس السيسي بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، كما وجه بتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة للتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصة في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطورات المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنة بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1.3%، نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة. كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030، والتي كانت قد أطلقت مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعا، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ
المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، خاصة في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، كذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات. كما اطلع السيد الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجها سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة ديربن. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجنوب أفريقي، أعرب الرئيس السيسي عن الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب أفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب أفريقيا في تلك الظروف الصعبة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رامافوزا أعرب عن شكره وتقديره العميق للرئيس السيسي على هذه اللفتة والتي تؤكد حرص مصر حكومة وشعبا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، مؤكدا حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر. وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وكذلك مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 155 لعام 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة في الأسواق على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار أكد مدبولي الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها بكمية تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط 6 أشهر. توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، ومنها عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال وعيد الفطر المبارك. وخلال جلسة مجلس النواب دعا رئيس مجلس النواب دعا الله أن تهل هذه الأيام وهذه الأعياد على الشعب المصري بكل الخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. السادة الأعضاء، تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك. فباسمكم جميعاً وباسمي نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصري بكافة طوائفه، مسلمين ومسيحيين، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 373 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 277 طن. في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 12 طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط ما يقرب من 175 طن. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 89 طن سلع، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 604 قضايا من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية للتصدي لجرائم زراعة والإتجار في المواد المخدرة لما لها من أضرار وتداعيات سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وقد تمكنت من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار. أبرز هذه القضايا نستعرضها في هذا التقرير. تتواصل الضربات الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لجرائم تصنيع وجلب وتهريب والإتجار في المواد المخدرة والعناصر الإجرامية القائمة على هذه الأنشطة الإجرامية. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني نشاط أحد الأشخاص ووالده بالإسماعيلية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، واتخذ من مزرعة مملوكة لهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية. تم استهدافهما بالمزرعة المشار إليها وضبط أحدهما، ونجحت الإدارة في ضبط 52 كيلوغرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش والشابو تزن قرابة 5 كيلوغرامات وكمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع وضبط بندقية آلية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 11 مليون و500 ألف جنيه. الإدارة نجحت وفي إطار مواصلة توجيهها للضربات الحاسمة للعناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمواد المخدرة في ضبط عدد من هذه العناصر بالجيزة بعد رصد نشاطهم الإجرامي في تصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم قرابة 185 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع وعدد من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه. الإدارة وفي إطار مكافحتها للزراعات المخدرة بهدف تجفيف منابع المخدرات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، استهدفت الظهير الصحراوي لمنطقة وادي شعير بنطاق دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، أسفرت جهودها عن ضبط 31 مخزناً بداخلهم كميات كبيرة من مخدر البانجو بلغت 4.5 طن تقدر قيمتها بأربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه. وهكذا تسطر وزارة الداخلية نجاحات في مواجهتها الفاعلة لظاهرة الاتجار وتصنيع المواد المخدرة ما يسهم في تراجعها وبما يحمي المجتمع من مخاطرها وأثارها السلبية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسنيوس وديد رزق الله
كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتهم به من ارتكاب جريمة القتل العمد وإحراز سلاح أبيض. هذا وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة 17 شاهدا وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص أو وقت ارتكاب الجريمة مما يجعله مسؤولا عنها. كما أقامت النيابة العامة الدليل قبله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريعية على جثمان المجني عليه وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه فضلا عن أدلة أخرى. وإلى الشأن اليمني، حيث أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها. ذكرت وسائل إعلام يمنية أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقد عززت قوات الأمن من إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة، وانتشر مئات الجنود في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات بمدينة القدس المحتلة. وأوضحت وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن أن فرنسا وأيرلندا والصين والنرويج والإمارات طلبت عقد هذا الاجتماع بعدما أصيب أكثر من 20 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه جراء اعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين بباحات المسجد ومحيطه. حذر الرئيس العراقي برهم صالح من انزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي. وقال صالح إن الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي تشكيل حكومة جديدة بعد 5 أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لانزلاق البلاد في أتون متاهات خطيرة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إنساني للقتال في أوكرانيا في عيد القيامة لمدة 4 أيام بهدف السماح بالمرور الآمن للمدنيين من أجل مغادرة مناطق الصراع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد تضررا. خلال تصريحات صحفية قال غوتيريش إن الأمم المتحدة قدمت خططا مفصلة للطرفين ولديها استعداد لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونسك ولوغانسك اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، وهو عيد القيامة الذي يحتفل به معظم الأوكرانيين والروس. أدان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم هجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء أوكرانيا. قال أدهانوم إن منظمة الصحة العالمية تدين وبوضوح الزيادة المتواصلة في الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا، مضيفا أن المنظمة تأكدت من حدوث 147 هجوما تضمن مقتل 73 شخصا و53 مصابا، مؤكدا أن الحرب لن تكون الحل. Health services continue to be severely disrupted. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا. جاء ذلك عقب مشاورة أجراها بايدن مع الحلفاء، حيث تمت مناقشة حول آخر التطورات فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا. وكان البيت الأبيض قد أكد أن الغرض من المشاورات يستهدف الدعم المتواصل لأوكرانيا وجهود الرامية لتحميل روسيا المسؤولية في إطار التنسيق القوي بين الحلفاء.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماليا على الرغم من أنها قد بلغت عمليا الحد الأقصى من الأسلحة التي يمكنها تسليمها من مخزونها الخاص، وأنها تعمل بدلا من ذلك مع قطاع صناعة الأسلحة. وفي مؤتمر صحفي بعد مشاركته في مكالمة مع الحلفاء الغربيين، قالت شولتس إن من بين الأسلحة التي قالت شركات صناعة المعدات العسكرية إنها تستطيع تسليمها بسرعة وتحتاجها أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة دفاع جوي. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستمنح أوكرانيا المزيد من أسلحة المدفعية مع انتقال الصراع مع روسيا إلى مرحلة جديدة. وقال جونسون إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم بمزيد من المدفعية، وهذا ما ستقدمه بريطانيا لها بالإضافة إلى العديد من أشكال الدعم الأخرى. اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبرلمان لخرقه قواعد فيروس كورونا أثناء تجمع في عيد ميلاده، وذلك بعد أن غرمته الشرطة الأسبوع الماضي. وقال جونسون للنواب إنه يكرر اعتذاره إلى مجلس العموم، مضيفا أن للمواطنين الحق في توقع الأفضل من رئيس وزرائهم، مشيرا إلى أنه لم يدرك في البداية أن التجمع قد انتهك قواعد كورونا. وصل مجلس النواب جلساته لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وخلال جلسة اليوم تمت الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة مع إحالة جميع التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة لحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020-2021. مسألة الحد الأقصى للأجور ده بند من البنود المهمة. لما تم إصدار سنة 2014 القانون رقم 63 تم مخاطبة به كافة الهيئات والأجهزة في الدولة، وفي حقيقة الأمر السيد الرئيس سن سنة حسنة في هذا الأمر ووضع نفسه تحت هذا الأمر وقام بالتبرع بنصف راتبه، وكانت ثورة حقيقية في مسألة العدالة الاجتماعية. ليجب أن نقوم بأي تعديل تشريعي واجب في هذا القانون لإخضاع كافة الأجهزة والمؤسسات. وخلال الجلسة العامة وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة مع إحالة جميع التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. الجلسة شهدت الموافقة نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والموافقة على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020-2021، والموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية. كما وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والموافقة على الحسابات الختامية للمجلس للعام المالي 2020-2021. وفي ختام الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر واحد بمدينة دمياط.
أبديت موافقتي بالحساب الختامي 2021، وفي نفس الوقت أنا كان عندي بس بعض التعليقات البسيطة اللي موجودة. يعني رقم واحد كان التهرب الجمركي. التهرب الجمركي دي حاجة المفروض إن إحنا نشكل لجنة ضرورية لمحاسبة التهرب الجمركي. ليه؟ أنا النهاردة المفروض إن ده دخل أساسي من دخل الدولة، تمام؟ فالمفروض إن أنا التهرب الجمركي أعمل الحد البسيط لي إن أنا ما يبقاش عندي تهرب بنسبة حتى يعني بنسبة بسيطة، ما يبقاش موجود عندي أصلا. هينقل مينا دمياط نقلة نوعية كبيرة جدا، بدل ما مينا دمياط كانت بتستوعب 1,400,000 حاوية هيبقى 4 مليون حاوية في خلال 3 سنين هنوصل ليهم، بالإضافة إن إحنا هنبقى هاب أو بمعنى أصح مركز تجارة عالمي كبير لنقل الحاويات من أفريقيا لأوروبا لأمريكا. هتحول تحول كبير جدا ونوعي، وده هيزود التجارة في مصر، هيزود برضو الإيد العاملة اللي هتقدر إن إحنا هنقدر نقلل من حجم البطالة، بإضافة طبعا للاستثمارات الأجنبية اللي تيجي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي. أوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، وشددت على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي صادر عن الوزارة، كما سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة. أكد محافظ مطروح خالد شعيب على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وترابطهما على مر التاريخ، وجاء ذلك خلال لقاء مع القنصل العام الليبي صالح خطاب الساعدي. وأشار محافظ مطروح إلى قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البري وكذلك أعمال تطوير مستشفيات السلوم وبراني لاستقبال الأشقاء من ليبيا. كان اللقاء مثمر طبعا، تطرقنا فيه الى بعض المطالب من جانبين وتسهيل الاجراءات. يمكن ان شاء الله احنا يمكن مع تطوير منفذ السلوم البري اللي يعني بيلقى اهتمام من القياده السياسيه، ان شاء الله قريبا يتم افتتاحه، وده هيكون يعني هيسبب مزيد من تسهيل الحركه والاجراءات. تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ كميات من السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهالينا في حديقة الأرمان بالجيزة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ كميات من المنتجات والسلع الأساسية في معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام في حديقة الأرمان بالجيزة. بنواصل ضبط الأسعار، بنواصل إحداث توازن في الأسعار داخل السوق المصري، بنواصل الوقوف جانب أهالينا خلال شهر رمضان. التخفيضات اللي موجودة حالياً على العسل والمربى مربات وزيت الزيتون 50%، السلع الأساسية اللي يحتاجها البيت المصري مثل الرز والسكر والمكرونة والبيض والخضار 30% عن الأسواق الأخرى. تهدف هذه المنافذ إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والحد من الحلقات الوسيطة للوصول بالمنتج إلى المستهلك مباشرة، وذلك دون وسطاء وبجودة عالية من إنتاج وزارة الزراعة والممتد حتى ما بعد شهر رمضان الكريم. اللحوم دي لحوم بلدي من وزارة الزراعة، من مزارع وزارة الزراعة. دي المبادرة اللي عملها السيد وزير الزراعة بالنسبة للحوم البلدية ب 135 واللحوم الضاني ب 125. عسل البرسيم عندنا ب 50 جنيه، عسل الموالح ب 60 جنيه، عسل الشمر اللي هو عسل أعشاب طبية ب 62 جنيه، والحاجات دي جودتها عالية وأسعارها طبعا ممتازة بالنسبة للجودة ديت. أنا مشاركة طبعا دلوقتي في خير أهالينا، وإن شاء الله نقدم أحلى جودة علشان خاطر الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله. يقام معرض خير مزارعنا الأهالينا على مساحة تتخطى 800 متر مربع في حديقة الأرمان بمشاركة نحو 25 عارضا، بالإضافة ل 171 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
أعلنت الحكومة تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي. وأوضحت الحكومة أن الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة، ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف أثرها على المواطنين. نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن خبراء تحذيرهم أن الاقتصاد البريطاني في خطر متزايد من الوقوع في ركود صيفي وسط أكبر ضغط على دخل الأسر، وذلك منذ منتصف الخمسينيات. قال الاقتصاديون إن الضربة المزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق وباء كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. يأتي ذلك بعد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992 الشهر الماضي. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. وبنهاية أخبار الطقس وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، وتوقع التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة تسهيلا على المواطنين في إطار التحول الرقمي. منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على مرافق للرعاية الصحية في أوكرانيا. وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ويوسف الحسين. مساء الخير عليك. مساء النور. ازيك يا صحر؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ شفتي صحر في الحلقة بتاعت شريف مذكور؟ لا بس لازم لازم اطلع عليك. صحر ابتسمت ابتسامة الخجل، يعني ما تحبش تظهر في الحاجات، ما تحبش النجومية ابدا.
كنت منوره والله يا صاحبي. ميرسي. كما جرت العاده. اشكركم وهستاذنكم نبدا فقراتنا. اتفضل.